أهلا بكم في قناة أنس أوفيسيال الإخبارية. أثارت هيفاء وهبي إعجاب جميع معجبيها ومتابعيها من خلال إطلالة رائعة ظهرت بها في صورة كانت قد نشرتها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، مرتدية فستانا أسوأ من الجلد إضافة إلى جزمة عالية العنق التي تضفي جاذبية مميزة. كما أشغلت هيفاء الجدل من خلال صورة لها عبر صفحتها يحتضنها شخص ما تنظر إليه، حيث اكتفت بالصورة بدون تعليق عليها. وتضاربت الأخبار حول حب جديد تخفيه عن الإعلام أم مفاجأة جديدة ستفصح عنها فيما بعد. للمزيد من الأخبار تابعونا على قناة أنس أوفيس يوتيوب وتويتر.